ثلاثتين من خال والخال والد وثلث بين اب وخال وكان خال الخال فيه رداوة يطلع ابن اخي اللي لا تسأل ولدك ما تبهت غير خال الليلة بهذا خال خاله أنا مرة مرة أقول له فلان هذا سبحان الله مو كذا وكيف بالمرة ليه حق وهذه هي اللي والرسول يقول اضطر لابنك من نطفة أن الأصغر يدسس غير يدس كيف هالنجي يقول أبو عطيجة قال عزيم ده والله خاف 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 تقدر تحكم فين هذا كويس والبواب يقولوا عليك بالرسول سيئ الزمان واللغة العربية ما يقولوا شيء يقولوا بطون قبيلة الأواقير بطون قبيلة عبس وبطون قبيلة طيب مين اسمه البطن طول هذا من ايش بطون قبيلة قريش هذا من بطون قبيلة تمشي سر بطون نحن هنا مرات هذا ولا لم لم على هذا يوم وين مدرسة ها؟ تاريخ كان زمان المجاهدين يقولنا اخوه باك بيننا اخوه بيننا ايوه صدق صح فما ما تنزلش من قيمة البشر اللي خلقها ربي والله رب غير نطلع وفيهم ال وفي يعني في ال في النساء فيها اللي ربت عيال طلعوا احسن اللي لعبوه بهات محيين صحيح صح وهذا ليش قالوا كلمة البطن يجيب صداق ولا تجيب ستة انفار فيهم خمسة ما ينفعوش وواحد هذا يقول لهم يا ابو مات فلان ضغط عليه بدري سير في المجتمع تو عجبتين نشهد الله من يوم غاب عليهم ولم قالوا على حد فلان كان حقيقة معاشة كان ماسك عليهم كان دير كان دير كان دير كان السواد وهم بطن مات هذا ليش ده وشنو الصداق وشنو الدباغ الدباغ هذا يمسكوها جلد يحطوها 28 يوم في الدباغ نين يضرب فيها الدباغ تونا راجل نمشي للصحراء ونستعمل في القلبة كان القلبة مضبوطة دوقة مضبوطة وهم تكون ميتة قرطسة حطها في جيبها ايوه ما تخافش عليها ضرب فيها الدباغ وكان يصبيغها بتاعت السوق هذا وهم تكون ميتة تخبط على الكرب مرة تكسر كما تكسر المكوان هذا غير صبيغها صبغينها من برا صبيغها من قرا هنا مضبوطة مثلوا على البطن انها تجيب واحد غير صبيغة وواحد مضبوط دبغة صباه وضباه ليش ما يغلطوش لبوادي الأولين قلت لهم قال لي واحد لا والله أنه يغلطه كيف يغلطه قال لي دارين مثلين شنو شنو المثل اللي قيلين وضربه كان فيش غلط أنا قال لي قلت يقول اكتب اللي تبدد زيت وقلت اللي تبدد نجيم الليل يقول رزقه تبدد زيت تبدد نجيم الليل قلت له في فرق بين هذين فقلت انت ولا مش فقلت اللي تبدد اسم مؤنث اللي تبدد هنا ميه الميه يقول لك حلو ما تفرش لكن رزق تبدد زيت تبذر قامك والشعير يا زيد ايوه ايوه صدق مش وقت شرط بك رزق تبدد زيت واللي تبدد ما تجيب لي تبدد ضرب اقصد بين الميه صح اي حاجه سيد يقول لك قلت له جيبها كبير الشان يا طول ننسى وجيبها كبير النفس والحمير ندمت 40 نوع وقلت تب الشيء قال لي هذا وين فهمت العملية فقلت الشيء يبغى يدور قلت له جيبها كبير الشان يا طول ننسى وجيبها كبير النفس والحمير وجيبها نشداد الباس وابطال الوغوي حامول اللي خايف كله وجيبها يدين الجود في المد والعطا وروف الغني القاسم ضعيف الحيل وجيب يدينا بخال تشبه للوطن اللي مجد بوار جدبها طاف وجيب تريس اسمي عشيم التم وفوف الضيق تلقاها من ضاق الحيل وجيب تريس مغارتي هذا ترخى في الكرب ما منهم يبان خير وجيب اللي يحشوه جبار تلعدة وجيب الضعيف القلب والذلال وجيب اللي رايها يدلك عليه ده وجيب اللي رايها تقولك حال وجيبا اللي لا قال في القول افترى ولاني استخذ لك الرام قال وجيبا لذيذ اللفظ الناس لا حكى كلام نقي كل زهان البيت وجيبا اللي في الوجه صاحب ما اسمع ويهونك بعد وقت اكتب الرميان وجيبا اللي في النوم خارف مظهر اللي قبل يك وهور دين وجيبا اللي عقوم في فهق الخلا يدير خفيف الأرض